اليوم معنا أقوى فعل في اللغة الإنجليزية، فعل to do. من بين أكثر الأفعال اللي نستعملها في اللغة الإنجليزية تقريبا تجدوه في كل فقرة ولا في كل نص لا يخلو من الفعل to do. قادر نستعمله هو to do ويفعل، وعنده استعمالات كثيرة أخرى. هو يعرف أيضا بأنه فعل مساعد، يساعدنا باش نكون سؤال، يساعدنا باش نكون الإجابة على بعض الأسئلة، يساعدنا باش نديره تأكيد على بعض الجمل، ويساعدنا أخيرا في النفي. هذا فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. إذا كان هذا أول فيديو تشوفه، روح شوف بلاي ليست في قناتي في اليوتيوب أمين إنجليش، الفيديوهات بالترتيب لتعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. تابعوا معنا لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أمين وهذه قناة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر أمين إنجليش. اليوم عندنا فيديو جديد في سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية، فعل to do. غادي نشوفوا في هذا الفيديو كاع الاستعمالات اللي نقدروا نديروهم في اللغة الإنجليزية بالفعل to do. الحاجة الأولى اللي غادي نشوفوها هو التصريف تاعه في الحاضر، باش كي نشوفوا الأمثلة ما نضطروش نفصلوا في الأزمنة. الحاضر في الفعل to do كما شفنا الضمائر I, you, she, he, it, we, they. كيفاش نصرفوا الفعل to do؟ do باللغة الإنجليزية معناه يفعل. I do، أنا أفعل. I do، you do. she والhe والit دائما زيدوا لهم s دائما. she he it does، تنطق does. do زيدوا لها es. we do، they do. دائما في أي تصريف سواء فعل do ولا أي فعل في اللغة الإنجليزية دائما ديروا استثناء تاع she he it. التصريف تاع أي فعل في الحاضر لا يتغير في الضمائر جميعا I you we they، لا يتغير إلا في she he it الغائب المفرد، هي she he هو it تعود على الشيء. دائما كي نكون نحكو على المفرد نزيدوا s للفعل، ما نخربوش في الأفعال الأخرى I do, you do, she, he, it, does, we do, they do. بكل بساطة هذا هو تصريف الفعل do في اللغة الإنجليزية. غادي ننتقلوا دركا للاستعمالات to do في اللغة الإنجليزية. الاستعمال الأول هو للنفي negative sentence. نشوفوا على سبيل المثال جملة بدون نفي you speak English، you speak English. كي نقولوا النفي في اللغة الإنجليزية عبارة كي نبغوا نديروا لها النفي يكون فيها فعل speak، نزيدو حنا فعل مساعد اللي هو do، نزيدو من عندنا في الجملة do زائد not. you do not speak English، you do not speak English. في الجملة العادية من غير نفي ما كانش عندنا الفعل do، هنا do هو فعل مساعد زدناه من عندنا باش نديرو النفي باش نبينو باللي هاد الحاجة ما تصرعش. you do not، do not نزيدو do not، you do not speak English. نشوفوا مثال آخر باش نوضحوا المعنى he knows you، he knows you هو يعرفك he knows you. هنا كاين توضيح أكثر، كي نبغوا نزيدوا do نزيدوه مصرف في الحاضر. he شقولنا دائما المفرد استثناء، ما نقولوش he do نقولوا he does لأنه غائب مفرد، هو غائب مفرد ما نستعملوش do نستعملو does. he does not know you، he does not know you. does فعل، know فعل. نصرف فقط الفعل الأول، كانت عندنا he knows you فيها الأس، ولت he does not know you، he does not know you. does أصبحت مصرفة، know غير مصرفة، لأنه عندما يكون عندنا فعلين في الجملة دائما دوها قاعدة، فعلين في الجملة الأول يصرف والثاني لا يصرف سواء كان فعل مساعد أو كان فعل رئيسي في الجملة. هنا does فعل مساعد فقط باش نديروا النفي، بما أنه جاء هو الأول معناتها يصرف والثاني لا يصرف he does not know you. نشوفوا تصريف آخر they eat sandwiches، they eat sandwiches نديروا لها النفي مع بعض. كي نبغوا نزيدوا فعل do هل في they كاين نقولوا do ولا does؟ do ولا does؟ they نقولوا do، إذن النفي they do not eat sandwiches، they do not eat sandwiches هم لا يأكلون الساندويتش. الآن ديروا جملة كونوا جملة وديروا لها النفي وكتبوها لي في التعليقات باش نتأكد باللي المفهوم وصل. نروحوا للاستعمال آخر دركا تاني هو يستعمل بكثرة في اللغة الإنجليزية اللي هو السؤال
السؤال بالفعل do. ندو نفس العبارات اللي ديناها في المثال الأول. You speak English. You speak English. كيفاش نطرح السؤال هل تتكلم اللغة الإنجليزية؟ نقوله Do you speak English? Do you speak English? هنا بكل بساطة نشوف الضمير. إذا كان عندنا you, I, you, we, they ديروا do لأن التصريف في هذا الضمائر do والتصريف في الضمائر الأخرى تاع المفرد الغائب she, he, it ديروا does. كما في المثال السابق عدنا he knows you. He knows you. في السؤال does هي الأولى. كي تشوفوا do ولا does في الجملة هي الأولى عرفوا راي سقسي فيكم. إذن الجملة تاعنا كان he knows you. He knows you هو يعرفك. السؤال شتولي عدنا نبدو بdoes. نبدو بdoes. Does he know you? Does he know you? هذه بكل بساطة قلنا لازم تحطوا في راسكم باللي I, you, we, they, do. She, he, it غائب مفرد does. نحلوا هذا المثال مع بعض. They eat sandwiches. نستعين بالفعل do. نديروا في أول جملة ونخلوا الجملة تماما كما هي. شدوا اللي عدنا Do they eat sandwiches؟ بكل بساطة نروح دركا للاستعمال الثالث اللي هو جواب للاستعمال الثاني. شكونا في السؤال في الاستعمال الثاني Do you speak English? Do you speak English? الجواب بش تجاوب انتايا Yes I do. ما تقولش Yes I speak English. لا الجواب تاعك لازم يكون احترافي ومختصر Yes I do. وفي النفي إذا كنت ما تتكلمش No I do not. No I do not. السؤال الثاني تاع Does he know you? Does he know you? نجاوب عليه مع بعض. إذا كان بنعم Yes he does. فقط قلب الضمير مع do ولا does فقط قلبوهم. Does he know you? Yes he does. وإذا كان في النفي No he does not. زيدو not. No he does not. في المثال الثالث اللي درناها مع بعض Do they eat sandwiches? Yes, they do. Yes, they do. في النفي, no, they do not. No, they do not. راكم تشوفوا بكل سهولة استعملنا فعل do اللي هو فعل معقد جدا في اللغة الإنجليزية سهلناه وبسطناه. اكتبوا لي في التعليقات إذا كان الدرس مفهوم وحلوا هذا الجمل كل جملة في تعليق واحدة. نشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر. ما تنسوش تشتركوا في قناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. نشوفكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله.